بزاف من ديال الناس كان بغيو نبدلو الزيت ديال المحرك ديال السيارة، بمعنى كان بغيو نديرو الفيدونج، وبزاف من الإخوان والأخوات ما كيعرفوش شنو هو المقدار اللي غيديرو في المحرك ديال السيارة ديالو. مشيت عند واحد الميكانيكي أو مشيت شريت الزيت وما عارفش الكاباسيتي أو هذاك المحرك ديال السيارة ديالي شحال هما العدد ديال الليترات اللي كيطلبهم، ودرت زيت زايد في المحرك، واش غيكون عندي شي مشكل او لا؟ اول حاجه اللي خصكم تعرفوها الاخوان باللي المحركات ماشي كلهم بحال المحرك ديال 900 سي سي اللي هي السعه ديال المحرك، ماشي هو المحرك اللي فيه 1.4 او 1400 سي سي، والمحرك ديال 1400 ماشي هو المحرك ديال 1900، والمحرك ديال 1900 ماشي هو المحرك ديال 2800 او 2900، والمحركات ديال 2900 ماشي هما المحركات ديال 3500، والمحركات ديال 3500 ماشي هما المحركات ديال 4000 و4500 و5000 و6000. هنايا الكمية ديال الزيت كتغير من محرك إلى آخر. أول حاجة اللي خصكم تعرفوها الإخوان، شحال ما السعة ديال المحرك كانت صغيرة، شحال ما العدد ديال الليترات ديال الزيت اللي خصني نديرهم في الفيدونج كتكون قليلة. مثلا غادي تلقى بعض المحركات ديال 900 أو ديال 1000 غتلقاهم كيديو 2 لتر ديال الزيت حتى 2 لتر ونص حتى 3 لتر ديال الزيت، والمحركات اللي كتكون السعة ديالهم 1300 1400 1500 غادي تلقاه كيدي ما بين 3 حتى 4 لتر ونص، وكاين المحركات ديال 2 لتر و2 لتر فاصلة 5. هاد المحركات هادو كيتعتبروا من المحركات الكبار، شحال ما كبر المحرك من الداخل خصك تعرف باللي الكام كيكبر، الكرانك كيكبر، الدرعان ديال البيستونات كيكبروا، والبيستونات كيكبروا، والهيكل ديال الموتور حتى هو كيكبر. بمعنى شحال ما كبر المحرك شحال ما الزيت خاصها تزاد، شحال ما صغر المحرك شحال ما الزيت كتكون ناقصه. كنتمنى دابا انكم تكونوا فهمتوني. اما الشيء الاخر الاخوان واللي خاصكم تركزوا عليه مزيان، الدور ديال الزيت شنو هو في المحرك اصلا؟ هاد الزيت علاش داروه؟ الزيت الاخوان داروه باش يوصل من القعر ديال الكارتير حتى للراس ديال الموتور. وعلاش خاصو يوصل للراس ديال الموتور؟ كيف ما كنعرفوا ان المحرك مقسوم على 3 ديال الاجزاء، كاين الكارتير، وكاين النص ديال الموتور اللي كيكون فيه السلندرات، وكاين الراس ديال الموتور اللي هو الكيلاس. وهاد 3 ديال الاشياء كنحتاجو منهم 2 ديال الاشياء فقط. شنو هما اللي كنحتاجوهم؟ كنحتاجو النص ديال الموتور اللي هو البلوك، وكنحتاجو الكيلاس ديال الموتور اللي هو الراس ديال الموتور. وبلا الحاجه الثالثه ما غاديش يكون زيت، وهاد 2 ديال الحوايج غادي يتضربوا. شنو هو اللي كيحكم على هاد 2؟ كيحكم عليهم الاسفل ديال المحرك، والاسفل ديال المحرك شنو هو؟ هو الكارتيره ديال الموتور اللي كتجمع فيها الزيت، وكتعاود تدور ديك الزيت وكتعاود تنزل للكارتيره باش تبرد وتولي تطلع لينا للمحرك ديال السياره ديالنا. وهذا الزيت هذا الدور ديالو انه كيدخل ما بين القطع الحديديه ديال المحرك، سيرتو دوك القطع اللي كيكون فيهم واحد الاحتكاك، يعني القطع المتحركه بحال الكرانك، بحال ليكام، الدرعان ديال الكرانك والى اخره، البيستونات، هادو كاملين اجزاء متحركه. فين ما كان شي جزء متحرك داخل المحرك ديال السياره ديالنا وكاين واحد الطاقه اللي هي ديال الحراره، وغيتاثر بهاد الحراره هذه عوض ما يلصق ويوقع واحد الاحتكاك، حاجه كتاكل في الاخرى باش نوليو نسمعوا التسرسيل والتقرقيب والدرديك في المحرك، الزيت هنا كيدير الدور ديالو. والدور ديال الزيت هنايا ما كينحصرش في انه غيزيت لينا المحرك من الداخل او القطع اللي كتكون متحركه في المحرك، لا، هذا الغلط ما يكونش عندكم الاخوان. دائما الزيت اللي كتكون في المحرك كتساهم في التبريد ديال المحرك، والشيء الاساسي هو التزييت ديال المحرك، والشيء الثالث
كتنظف لينا المحرك من الداخل سيرتو المواسير ديال الزيت الا كانوا شي شوائب او شي حاجه بحال هكا بهذاك الكومبريشر اللي كيكون عالي هذيك الزيت كتحاول تدفع هذوك الاوساخ باش تعاود ترجعهم للكارتيره ويوليو يتصفاو في الفلتر ويعاود يطلع لينا زيت نقي يمشي المنظومه اللي غادي تكون محتاجه ليها هذا الزيت. اول حاجه اجيو نهضروا على الناس اللي ما كيعرفوش المقدار ديال الزيت اللي غيكبوه في المحرك ديال السياره ديالهم وكيديروا زيت اللي كيكون زائد في السياره ديالهم، شنو هما المشاكل اللي غادي يوقع لهم في السياره ديالهم وكيفاش انهم يخرجوا هذا الزيت هذه الزائده من السياره والى اخره. اول حاجه الاخوان اللي خصكم تعرفوه هو انه الشركه المصنعه ديال الزيت واخا دايره لك الماكسيموم ديال الزيت ديالها اللي كيكون في النبيل ديال الزيت او في لاجوج فهي مخليه لك واحد المقدار ديال العدد ديال سنتيلترات، يعني ما خصكش تفوتهم حيت عارفك بانه غادي يجي واحد النهار غادي دير واحد الخطا غيكون منك زدتي الزيت او غادي يكون واحد الخطا من الميكانيكي اللي زدتي الزيت، وهذا العدد ديال الليترات او العدد ديال السنتيلترات اللي كتسمح لك فيهم الشركه المصنعه ومخليه لك داك المقدار، يعني الا زاد ديك الزيت هو كيتراوح من نص لترو حتى اللترو قل كاس او شي حاجه بحال هكا، ما عرفتش كيفاش غادي نحسبها لكم. الا كانت هاد الزياده فمعليش، ولكن ماشي دائما تبقى تزيد هاد الزياده حيت عندها واحد التاثير، وسيرتو هاد التاثير هذا كيكون في الصيف، والمشاكل اللي غادي يوقعوا عندك فهي كارثيه في السياره ديالك. اول حاجه في الصيف غادي تلاحظ بان السياره كتولي الجناب ديال الموتور كينفس الزيت، وغادي تولي تلقى الزيت عندك كتخرج من الشاطمه غادي تلقى كيخرج واحد الدخان بحال الازرق في المرتفعات ملي كتكسيري، وواحد الدخان في الطريق كامل في الوطه اللي هو ابيض بحال الدخان ديال الفوار ديال المقراج، فهذا كيدل بانه عندك واحد الزيت اللي كيكون زائد في المحرك ديال السياره ديالك. كنهضر على الناس اللي كيكونوا ما عارفينش المقدار ديال الزيت وزادوا الزيت في المحرك ديال السياره ديالهم اكثر من العدد ديال الليترات المطلوب، ما كنهضرش على الناس العاديه اللي كدير الزيت يعني بالتدقيق الممل بالعدد ديال الليترات المطلوب، هادو ما كنهضرش عليكم. الا كان عندكم هاد المشاكل فهو عندكم مشاكل في المحرك ديال السياره ديالكم. ملي كنزيد الزيت في المحرك ديال السياره ديالي كيفاش كيوقعوا عندي هاد المشاكل؟ اول حاجه اللي خاصك تعرف الا فتي هاد المقدار ديال نص لتر او لتر شنو كيوقع عندك؟ كما كنعرفوا الزيت كتكون في الكارتيره وكيكون قريب ليها العمود ديال الكرانك، وهذاك العمود ديال الكرانك كيكونوا لاصقين فيه الدرعان، وهذوك الدرعان اللي كيكونوا لاصقين فيه ديال الاعمده ديال البيستونات. الكرانك ملي كيدور فيه درجه عاليه ودرجه حاده، درجه عاليه ودرجه حاده كيكونوا مختلفين، وملي داك الكرانك كيدور الدرجات اللي كيكونوا يعني قراب لتحت كيوليو يضربوا هكذا في الزيت، ملي كيضربوا في الزيت كيوقع عندي تماك واحد الهواء. شوفوا الكارثه اللي غتوقع، كيوقع عندك تماك واحد الهواء، ملي كيوقع داك الهواء كتنتج واحد الرغوه، وملي كتكون عندنا واحد الرغوه هنا فين كتوقع الكارثه العظمى، يقدر الموتور ديال السياره ديالك انه يتكولى في اي لحظه واخا فيه الزيت بزايد. ملي كيوقع عندنا واحد الهواء وهذاك الهواء كينتج واحد الضغط، يعني الزيت ما كتوليش ترولي او تمشى في المواسير ديال التزييت اللي غادي يزيتوا لينا القطع المتحركه في السياره ديالنا، وهنا الحراره ديال الزيت كترتفع والحراره ديال المحرك كترتفع، والمحرك غيولي كيقرقب ويولي عندي الدخان، والمحرك ديالي كنسمع فيه التسرسير لداخل ويولي كيتزعزع اليوم على غدا اليوم على غدا اليوم على غدا، المحرك ديال السياره ديالي غادي يتكولى. فالطرق الشائعه او الطريقه اللي كتكون شائعه كيفاش انني نقص الزيت من المحرك ديال السياره، دائما كتخلي المحرك ديال السياره كيكون حتى كيبرد، كتجيب واحد البانيو كتدخل تحت السياره كتحل السره ديال الكارتيره ديال الزيت ماشي كلها، كتنفسها غير واحد شويه وكتخلي هذاك الزيت يقطع. وكاين واحد
واحد الطريقة اللي هي بديلة، غنحاول ندير لكم عليها فيديو وغادي نبارطاجيها معكم، انك كيفاش دير تنقص الزيت من لاجوج ديال الزيت وتخرج الزيت، كتجيب كتعبر غير بقرعة هذيك الزيت الزيادة اللي درتيها. اما شنو هما الارقام ديال الزيوت اللي غادي يصلحوا لي المحرك ديال السيارة ديالي؟ دائما الا كانت عندك سيارة 80 كتصلح ليها الزيت ديال 15 دوبل في 40 والزيت ديال 10 دوبل في 40، كانت عندي سيارة ديال 90 حتى 99 2000 كتصلح ليها الزيت ديال 10 دوبل في 40. وكاين بعض السيارات المرسيدس والبيان والفولكس فاجن اللي بداو من 95 فيهم بعض المحركات اللي هما حساسين كتصلح ليهم الزيت ديال 5 دوبل في 40. اما السيارات ديال الالفينات الى الفوق فالزيت ديالهم هو 5 دوبل في 40. وصلنا لنهاية ديال الفيديو، بارطاجيو المعلومة مع الناس اللي ما عارفينش، والله يعاونكم حتى لشي فيديو جاي ان شاء الله.